طيب نروح لحضرتك يا استاذ احمد، ومساله اختيار القضايا، انه نختار قضايا بعينها تطرح في دراما رمضان، وخصوصا دراما رمضان، لانه زي ما حضرتك طبعا عارف بيكون في متابعه قويه جدا ومتابعه اسريه، وده اللي يفرق ان احنا نتلم كعيله نتفرج على المسلسل. وهنا الدور الكبير في للدراما في تصحيح المفاهيم، تصحيح الصور المغلوطه مثلا عن قضايا تمس المراه بشكل كبير. ازاي بيتم اختيار هذه القضايا؟ هو في حاجة أساسية في الدراما. الدراما يمكن المسلسلات من حوالي 5 سنين كنا بننادي يا جماعة أنتوا بتعملوا دراما بعيدة شوية عن الطبقة الوسطى للمجتمع وهي عماد المجتمع. خلال السنوات القليلة الماضية ابتدينا نشوف دراما قريبة جدا من الأسرة وهي الدراما الاجتماعية. الدراما الاجتماعية فيها ما أقدرش أصنفها، ليه؟ لأن فيها مشاكل للمرأة ومشاكل للرجل ومشاكل للابنة والابن والجد والحفيد. الأهم من كل ده إن الدراما عبارة عن إيه؟ أو الفن عبارة عن إيه؟ هو انعكاس لواقع موجود. هذا الواقع إزاي أنا بصنفه بقى، أو إزاي أنا بعالجه كمعالجة وأقدمها للمشاهد في مسلسل أو في عمل فني يحمل رسالة. هنا بقى الإيه؟ الأهم. هذا العمل يحمل رسالة سواء كان لحق المرأة لحق الرجل، مش حكاية تصنيف، على قد ما المشكلة دي موجودة في المجتمع أنا بعالجها إزاي. أنا الدراما كمان هنا معلش نتوقف عشان الأستاذة قالت إن أنا بقدم حلول، الدراما لا تقدم حلول، تطرح الفن لا يقدم حلول، ولكن يطرح المشكلة لمناقشتها ممكن مع المسؤولين تمام، لكنه ما يقدمش حل. لازم دايما الحياه او النهايه مفتوحه قدامه زي ما حصل في فتن امل حرب بالظبط. طب احنا واحنا بنتكلم على قانون الاحوال الشخصيه، هل احنا مطالبين نقدم مسلسل كمان نكمل من بعد فتن امل حربي على الموضوع ده؟ والله موضوع القانون الاحوال الشخصيه لانه اكيد يعني من سنه 75 عارف قد ايه الموضوع ده بيمس كل الاسر. عايز اقول لك على حاجه، من سنه 75 لما اتعمل فيلم اريد حلا، يعني احنا داخلين من حوالي 47 48 سنه وهم بيطرحوا وبيتطور، واضح جدا ان هذا القانون محتاج ان هو اعاده نظر كل فتره لان في مستجدات، وهذه المرأة ما هي الأم وهي الأخت وهي الحبيبة وهي الزوجة وهي كل حاجة، فمحتاجة أن هي تاخد لو ليها حق تاخده. كون أن الدراما تعكس هذا الموضوع على الشاشة يبقى هنا بقى الدور الأهم للمسؤولين اللي هو إيه؟ أنا عرضت المشكلة وإنتوا يا جماعة شوفوا هتعملوا.